هو العلاقة اللي بيني وبين طبي غروج وعلي الميلودي هو انه كاين واحد الارتباط بيناتنا اللي غندير واحد العمل خيري اللي غيكون ان شاء الله كان ديجا مع عزة بوجريدة اللي كانت تأجل لرمضان وكذلك مع الوقفة اللي غنخرج ان شاء الله مع فاطمة الركراي. انا شوف واحد الخدمة نقول لك كما قلت انا ما عنديش مشكل مع شي حد، الانسان كان عنده مشكل معايا الله اعلم. ما انا كما قلت نسامح كل واحد ونسامح كل وحده والله يدي ما خلق العواش لهاتي كما قلت لي بيدير الخير يديروا في راسو يديروا في والديه وفي خوتو يديروا في شي مراه رجاله. نكتب عليك غلط كبير غلط كبير درجه هاد القنانه والحمد لله مزيان اي حاجه كتضرب الانسان كيستافد منها كيستافد منها حيت ماشي كلشي يستحق المساعده ماشي كلشي يستحق الدعم حيت كاين بزاف الناس اللي كيستغلوا الطيبه ديال الناس ولكن الحمد لله الخير كاين مالي ان شاء الله كاين واحد العمل ان شاء الله يكون في 30 جوان في واحد ماستر كلاس في باريس وكما قلت ان شاء الله غتكون ماستر كلاس في الجزائر ماستر كلاس ان شاء الله في تونس وان شاء الله غتكون شي حاجه في مونريال وان شاء الله غادي حنا غادي شويه ناتي بيت نقول لكم رمضان مبارك باش ميتوا ان شاء الله وفديتكم لنا قللنا. نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.